نحن نرافق بوضع تحت تصرف المصالح البيطرية في مختلف ولايات الوطن كمية من جرعة التلقيح باش نلقحوا المواشي. وأخذنا إجراءات على مستوى الحكومة، إجراءات استعجالية لاقتناء كميات كبيرة لوضعها تحت تصرف الموالين بصفة نهائية. انتهينا من الإجراءات كلها، الإجراءات لأننا استعملنا وسائل استعجالية. اتصلنا بالمخابر ونهاية ربما شهر هذا الشهر جانفيه ستصلنا يعني الحصص الأولى وبعدد كبير وكبير جدا للتلقيح، مما يمكننا من مرافقة الموالين ووضع تحت تصرفهم التلقيح اللازم للموالين.